والناس حاله كل واحد في حال حاله المباشر وحنا ماشيين الجو مارتين رجعت غيوانيه مارتين الروضه الغايره الغيوانيه سالت السهره والسهره ما تسالاش السهره غترجع مارتين مدينه ثقافيه دايما غيب الغاب كل واحد تلقاه دايما غيب الغاب كل واحد تلقاه عنده لسانه يلقاه كل واحد تلقاه عنده لسانه يلقاه كل واحد تلقاه كل واحد تلقاه اخاي هادشي رائع هادشي يعني ما تعرفش القيمه ديالو الا اللي كيعيشو بارك الله عليك لسانه يلقاه عبادك يا اله حسن خلق عبادك يا زيد عليها باقي باقي ما دار الفجر زيد محمد زيد الله يلاه يبدا الله يودي ديمون ورديت المدير ديال الصالون الثقافي للمدينه غادي 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 نجيو عندك ان شاء الله العميد مرتين لابد ما يجي اها
صوروا حتى كيغطس يا نصر واحد
تنسى عام من عمري أنا. ورمة قطع لي الحبل. هذه ليلة خالدة بالليالي مرتين عفوية مجموعة ديال الرواد في الساحة ديال الفرش بعد انتهاء السهرة الأولى أصدقاء فقط روعة روعة روعة. اللي عطانا واللي عطانا الله يربي عجبه في قلبه الله يعطيك باش تعطي. ورمة راهو سود ورمة واللي فات بالغدا وشي واللي فات لا يعمى. بسم الله واخوتي عبد النحماني شمعتي بزاف شمعتي ناري القضية حماطم. هادو اللي عطونا البركة الله يعطيهم لنا شي يعطيهم والله يجعلهم الفائزين الدائمين العابدين الله يجعلهم بعيد المولى الله يجعلهم في خير مخصوص الله يجعلهم الحبيب حيث وقت الخير هذه الثلاثة الله يجعلهم زين نور الدين المتعة ياك البداية تن ترن تن ترن 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 تبارك الله عليكم. هذه الليالي د مرتد يوسف يا مجمع العرب لونو نقلعو قبود عجب بحور دارت قيامة حتى يقولوا حدا راهم سبعو قدوهم صور مصابو علامة يا مجمع العرب لونو نقلعو وصلوا فين هنا وسلامة
تولدوا داعش لما تشددوا ما نحضر ونيه والوافي لنهار هي الوافي لبناسي نيمان والهالي ورعشان لا تولدوا داعش لما تشددوا ما نحضر ونيه والوافي الله عليكم. شكرا شكرا جزيلا. هذا الشيء كان رائع. هذا الشيء غدنا غادي نعاودوا هذا الشيء. هذا الشيء كان مباشر ورائع. تبارك الله عليكم. غادي نغمتونا معكم. اللهم بارك. كان هذا قصدي نور الدين. اجي يا حبيبي اجي اجي نختموا هذا المباشر غير مباشر. كان هذا مباشر غير منسق فقط. كنا في نور الدين على هذا حفل عفوي على هامش السهرة الرئيسية اللي كانت. فهنا كيبان أن الشغف ديال هاد المجموعات هو شغف عفوي شغف طبيعي حيث أنهم يمكن ما كيتخلوش على هاد الإبداع سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي. فهو يعيش معهم ويعيشون به. أجي كيف لاحظتي أنا رجعت غيواني تشوف أنا عامل كل شيء وتاع الناس في الدنيا زعما والله العظيم تعب. تم تعميدي تم تعميدي كما كيف بالفعل كانت لي رائعه قدام هذا البورش الرائع ديالنا. كنا سعداء باللقاء ديالكم. موعدنا غدا ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. هذه الليله اذا نمشيو.